السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. مقابله قويه للدولي الجزائري سعيد بن رحمه، مقابله اللي ثبت انه قادم ومشروع لاعب سوف يتالق باذن الله تعالى في الدوري الانجليزي بريمير ليج. اذا لما تكلمت وقلت باللي الشوط الاول المنصب سعيد بن رحمه، ليس هذا هو المنصب الذي يعني متعودين انه نشوفوا سعيد بن رحمه يتالق فيه. المنصب وراء انطونيو هذا المنصب ما يساعدش سعيد بن رحمه، وبالفعل بالفعل بالفعل في الشوط الاول كان سعيد بن رحمه خارج نوعا ما الاطار، ليس كمستوى ولا كمردود من ناحيه توظيف اللاعب. توظيف اللاعب كان توظيف غير لائق، توظيف ليس في المنصب المتعود عليه والمرتاح ليه، رغم انه حاول بعض الفرص القليله نوعا ما خاصه الكره اللي راحت خارج الاطار، لكن في الشوط الثاني تحرر سعيد بن رحمه واصبحنا نرى سعيد بن رحمه اللي نعرفوه سابقا ونعرفوه في المقابلات الوديه اللي خاضها سعيد بن رحمه مع فريق وسهام ضد النوادي سواء سلتيك سواء اتلانتا والعديد من النوادي الاخرى. اذا سعيد بن رحمه لما غير المنصب تاعو شفنا سعيد بن رحمه، كره من انطونيو جا منها هدف التعادل من قبل سعيد بن رحمه، من بعدها تحرر سعيد بن رحمه وتحرر الفريق كامل تاع وستهام واصبح يلعب كره نظيفه ويخرج الكره بسهوله، عكس الشوط الاول لما نشوفوا المدافعين تاع وستهام ما يعرفوش يخرجوا الكره او نقولوا يخافوا يخرجوا الكره تضيع، يعني ما عندهمش هذيك المجازفه ان يخرج الكره ونعطيها. لما نشوف دير لابيل، لما نشوف سعيد بن رحمه يدير لابيل ويطلب الكره نعطيه ما يخافش، لان سعيد بن رحمه التموقع نتاعو هو خلف اللاعبين وسط الميدان تاع نادي نيوكاسل. لما كان يدير لابيل واحد ما كان يعطيه البالون لانهم يخافوا يبحروا البالون ويودروا الكره وبالتالي يجي عليهم هجمه مضاده ويسجلوا لهم. من بعدها بعد ما غير سعيد بن رحمه والطريقه الثانيه ايضا تبدلت واصبحوا اللاعبين تاع وسط الميدان يتقدموا ويضغطوا ويبريسيو نوعا ما عاد الكره تدور. وبعدها زدنا بعد ما جاء الهدف قلت تاع التعادل اللي جاء من انطونيو عطاه اسيس بن رحمه هدف براسيه، بعدها زدت تحررت اكثر وسطها وزدنا شفنا كيفاش طريقه اللعب تغيرت، كيفاش ما قلت البوزيسيون تاع سعيد بن رحمه تغيرت، كيفاش وسهام عاد غاردي البالون بزاف. من بعدها جات كره طويله سعيد بن رحمه اللي تأنى شاف روحه امام ثلاث لاعبين غارد البالون عطاها اسيست لانطونيو، انطونيو سجل الهدف رغم انه وسهام ضيعت انطونيو ضيع ضربه جزاء وسجلها سوشوك اللاعب تشيكي هدف التعادل. ومن الثالث من بعدها كما قلت اسيست ولا اروع من بن رحمه اعطى لانطونيو سجل هدف ولا اروع. اذا الشيء الاخر قلت التغيير لما تشوفوا في الصوره انه تغيير المنصب لعب دور كبير سعيد بن رحمه، وين ما غير سعيد بن رحمه المنصب نتاعو وشفنا قلت وسهام تغير اللعب نتاعها والتموقع كما راكم تشوفوا لاعب سعيد بن رحمه هذا لما كانت الكرة عند نيوكاسل هذا هو المنصب المفضل لسعيد بن رحمة، المنصب المفضل هو الجناح أو الرواق يلعب كوم كيما كوم دابيتود يعني كوم كيما مالف يعني يلعب كيما إبراهيمي سابقا في بورتو. هذا هو المنصب تاع سعيد بن رحمة في نادي برنتفورد الإنجليزي في الشامبيونشيب، هذا هو المنصب تاعو. من بعدها النتيجة ضمنوها يعني رباعية مقابل هدفين، وبعدها جت إصابة نوعا ما لسعيد بن رحمة اللي نوعا ما حسينا انه نقص المستوى البدني تاعو خاصة بعد الإصابة، وفي الدقائق الأخيرة خروج سعيد بن رحمة. ما ننساوش انه سعيد بن رحمة دار جرون 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 ماتش خاصة في الشوط الثاني بتغيير وطريقة لعب أو بتغيير منصب سعيد بن رحمة، تغيرت طريقة اللعب. سوفا سكور أعطاه ثاني أحسن لاعب، أما موقع هو سكور أعطاه يعني تنقيط نوعا ما 8، لكن كاين لاعبين كيما كروسويل وكاين لاعبين آخرين أعطاهم يعني أكثر من سعيد بن رحمة، ما يهمناش. لكن موقع النادي في تويتر ويست هام تويتر قال على سعيد بن رحمة إنه الجمال، إنه الجمال بعينه صراحة، لاعب فنان سوف ننتظر وسوف نرى سعيد بن رحمة. أيضا بعض المناصرين وسهام قالوا على سعيد بن رحمة أنه هذا اللاعب هو هذا الموسم هو موسم سعيد بن رحمة، وبالفعل إن شاء الله إن شاء الله يكمل في هذا النسق
ونتمنوا انه سعيد بن رحمه يلعب في المنصب نتاعو فقط. اذا لعب في المنصب نتاعو راح يزيد يتالق وراح يدير مقابلات كبيره. اذا نتمنوا التوفيق لسعيد بن رحمه. ما ننساوش المقابله القويه لمان سيتي ضد نادي توتنهام في مقابلة قوية ليكون فيها إن شاء الله اللاعب الجزائري رياض محرز لاعب أساسي. إذن في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.